مساء الخير حازم. مساء النور. اليوم تقدم محامون بدلائل جديدة لمحكمة الجنايات الدولية في مسار تم رفعه في 9 نوفمبر الماضي. قدم أكثر من 600 محامي شكوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ولكن لم يكن مكتب الادعاء العام في ذاك الوقت في نوفمبر لم يكن بهذا الحماس الذي كان عليه اليوم في استقبال 1800 صفحة من الوثائق والدلائل التي توثق ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة، فضلا عن مئات من المواد المسجلة وضعت بين يدي مكتب الادعاء ومكتب الضحايا في محكمة الجنايات الدولية. ويطالب هؤلاء المحامون بأن يتم يعني قبول هذه الدعوة في محكمة الجنايات الدولية، أملا في الوصول إلى مذكرة توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. وقد أكد المشاركون في هذه في هذا المسار القانوني بأنهم متفائلون وبأن المحكمة بالفعل قد يعني بدأت تحقيقا في الوثائق التي وصلتها سواء في المرة الأولى في نوفمبر أو الوثائق التي وصلتها لاحقا في بداية يناير، وهذا يشير إلى أن هناك جدية في إمكانية قبول هذه الدعوة وبدء مسار حقيقي في محكمة الجنايات الدولية بالتوازي مع ما يحدث في محكمة العدل الدولية. تمام. ردود الفعل حول هذه الخطة والأصداء كذلك سلام. أولا، إسرائيل أدانت ما تقوم به محكمة الجنايات الدولية وقالت بأنها هيئة سياسية وليست قضائية ولا تتصل بالعدالة بشيء، وأكثر من مسؤول إسرائيلي عبروا عن تشكيكهم بجدوى هذه الخطوات. ولكن في المقابل نحن أمام مسار آخر هنا في لاهاي، هو محكمة العدل الدولية التي يفترض غدا أن تبت في الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بعد أن كان الطرفان جنوب إفريقيا كدولة مدعية وإسرائيل مدعى عليها قد يعني أمضيا 3 ساعات لكل واحد منهما في جلسات داخل محكمة العدل الدولية. والآن ستقرر المحكمة إذا ما كانت ستقبل الدعوة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا. على كل حال، انتهت النقاشات ونحن الآن أمام سيناريوهات يبدو أنها ليست بكثيرة أمام محكمة العدل الدولية. إما أنها لا تقبل الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا على اعتبار أن ما يحدث ليس له علاقة بالإبادة الجماعية وهذا غير مرجح حسب الكثير من القانونيين، وإما أن تقوم المحكمة بالأمر أو بالطلب من إسرائيل بأن تلتزم بالقوانين الدولية وبقوانين الحرب وأن تدخل مزيد من المساعدات وأن تجري تحقيقات بتصريحات المسؤولين الذين دعوا إلى قتل المدنيين في قطاع غزة. هذا أمر. ولكن هناك أيضا من يرجح بأن المحكمة يمكن أن تقبل بما طالبت به جنوب إفريقيا وهو وقف إطلاق نار احترازي في قطاع غزة ريثما تنتهي المحاكمة وفق القاعدة التي تقوم عليها هذه المحكمة وهي منع ارتكاب إبادة جماعية. إذا ما حدث وأن المحكمة قبلت بهذا الطلب من جنوب إفريقيا بأن تصدر أمرا لإسرائيل بالتوقف الفوري عن إطلاق النار في قطاع غزة، فإن ذلك يعني سيشكل ما يسمى بكرة الثلج، لأن هناك تفاعلات كثيرة بعد ذلك. المحكمة لا تمتلك أدوات لتنفيذ ذلك على الأرض ولا يمكنها إلزام إسرائيل. سيذهب الملف إلى مجلس الأمن وهناك إمكانية أن تعطله أمريكا أو أن تعطل تنفيذه الولايات المتحدة، أمر شائك جدا. لذلك يعني ما يمكن أن تقوم به المحكمة غدا سيكون علامة فارقة بكل تأكيد.